مليك. هذا هو اللي مهم، لان المسؤوليه ايضا مسؤوليه ديال الاسر، مسؤوليه ديال الجميع باش نجحوا هذا الورش. سي امزازي على الثقه، راه خص الثقه ترجع في المدرسه العموميه، راه خص مدرسه عموميه يقرا فيها ولد سي امزازي وولد مشبال بنت سناء بولد عبد الله. لا خصنا مدرسه عموميه اللي كيقرا فيها الكل يعني، وتكون هذه الفرص. ملي كنتكلموا على التساوي، لانه بصراحه راه نسبه كبيره من الناس اللي كتشتغل موظفين كتحط الصالير ديالها في المدرسه. بكل وضوح انا قلتها، خريج مدرسه، انا خريج المدرسه العموميه، قريت لغه الارقام كتخلاني عندك هذا شي ثاني. قريت في المدرسه العموميه، فاش كان المستوى ديال المدرسه العموميه دي جوده وواحد المستوى عالي. كتقرا وليداتك في المدرسه العموميه؟ فاش وصلوا بناتي، عندي غير بنات ما عنديش ولاد، فاش وصلوا بناتي الله يبارك فيك، فاش وصلوا بناتي للمستوى ديال التدريس تفاجات بالمستوى اللي وصلت له المدرسه العموميه، وكنت مضطر باش نديرهم في البعثات الفرنسيه، وقراوا البعثات الفرنسيه، ودابا غادروا جوج، غادروا ما بعد البكالوريا، بقات وحده غادي تغادر ان شاء الله السنه المقبله. لهذا بالحق غتقول لي دابا لا عندي ولدي واش غادي نديروا؟ ان شاء الله انا كنبني داك الشيء اللي بغيت لولادي، بغيت للجميع المغاربه، بغيت ذاك النموذج يكون في المدرسه العموميه، ونعطي هذه الفرصه للجميع المغاربه.